يعني اليوم احنا نوقع تعاقدات ونلغي عقود مبدر. تلقى في الدوري 10 اسماء فقط سب. ما جاوبتني انا سؤالي مباشر كان يبغى له اجابه مباشره. قلت لك اذا انت مع استمرار ايوه ها ارجع اعيد لك السؤال. طيب ها انت كان في اجابه في بالك انت جاوبت اللي في بالك لا ما انتبهت للسؤال. طيب طب انت ليش غاصب ما تبي تقولها؟ يعني من الاول سألتك. لا انا مع التقليص. انا قلت لك سياسه سبعه زائد واحد هل تؤيد استمرارها ولا يقلصون عدد اللاعبين الاجانب؟ لا يقلص يقلص يقلص. انا كنت اطالب طول البرنامج هالسنه واللي راحت اذا اردنا وجود لاعب محلي يجب ان تقلص او يحترف اللاعب السعودي برا. شوف ايش الخيار الاسهل.